ذكر أهل التاريخ أن رجلاً من بني إسرائيل اسمه إسحاق في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وإسحاق كانت له ابنة عم من أجمل نساء زمانها. هذه البنت زوجة إسحاق، وإسحاق كان يحبها حباً شديداً حتى أنه مغرم بها. هذه البنت ماتت، فلما ماتت لزم إسحاق قبرها ومكث زماناً لا يفتر عن زيارته. فمر به عيسى عليه الصلاة والسلام يوماً ورأى إسحاق يبكي، فقال عيسى عليه السلام: ما يبكيك يا إسحاق؟ فقال إسحاق: يا روح الله، كانت لي ابنة عم وهي زوجتي، وكنت أحبها حباً شديداً، وإنها قد توفيت وهذا قبرها، وإني لا أستطيع الصبر عنها، وقد قتلني فراقها. فقال عيسى عليه السلام: أتحب أن أحييها لك بإذن الله؟ فقال إسحاق: نعم يا روح الله. فوقف عيسى عليه السلام على القبر وقال: قم يا صاحب هذا القبر بإذن الله. فانشق القبر وخرج منه عبد أسود، والنار يخرج من منخاره وعينيه ومنافذ وجهه، وهو يقول، هذا العبد الأسود وهو يقول: لا إله إلا الله، عيسى روح الله وكلمته وعبده ورسوله. فقال إسحاق: يا روح الله وكلمته، ما هذا القبر الذي فيه زوجتي؟ وإنما هو هذا، وأشار إلى قبر آخر. فقال عيسى عليه السلام للأسود: ارجع إلى ما كنت فيه. فسقط ميتا هذا الأسود فوراه في قبره، سبحان الله الملك. ثم وقف عيسى عليه السلام في القبر الآخر وقال: قم يا ساكن هذا القبر بإذن الله. فقامت المرأة وهي تنفض عن وجهها التراب، فقال عيسى عليه السلام: أهذه زوجتك؟ فقال الرجل: نعم يا روح الله. فقال عيسى عليه السلام: خذ بيدها وانصرف. فأخذها ومضى. فأدرك إسحاق النوم فقال لزوجته: إنه قد قاتلني السهر على قبرك، وأريد أن أخذ لي راحة. فقالت زوجته: افعل ما تريد. فوضع يده على فخذها ونام. فبينما إسحاق نائم مر على زوجته ابن الملك، وكان ابن الملك ذا جمال وحسن وهيئته عظيمة، راكبا على جواد حسن. فلما رأته هويت، أحبته، فقامت إليه مسرعة. فلما نظر إليها ابن الملك وقعت في قلبه، فقالت هذه المرأة: خذني. فأردفها على جواده وسار. فاستيقظ إسحاق ونظر فلم يرها، فقام إسحاق يطلبها وقص أثر الجواد فأدركهما، يعني قاعد يتبع إسحاق أثر الجواد حتى لقاهم فأدركهما. فقال إسحاق لابن الملك: أعطني زوجتي وابنة عمي. فأنكرته هذه المرأة وقالت: أنا جارية ابن الملك. فقال إسحاق: بل أنت زوجتي وابنة عمي. فقالت له: ما أعرفك، وما أنا إلا جارية ابن الملك. فقال ابن الملك: أفتريد أن تفسد جاريتي؟ فقال إسحاق: والله إنها لزوجتي، وإن عيسى ابن مريم أحياها لي بإذن الله بعد أن كانت ميتة. وبينما هم هكذا في المنازعة إذ مر عيسى عليه السلام، فقال إسحاق: يا روح الله، أما هذه زوجتي التي أحييتها لي بإذن الله؟ فقال عيسى عليه السلام: نعم. فقالت هذه المرأة: يا روح الله، إنه يكذب، وإني جارية ابن الملك. وقال ابن الملك: هذه جاريتي. فقال عيسى عليه السلام لهذه المرأة: ألست أنت التي أحييتك بإذن الله؟ فقالت هذه المرأة: لا والله يا روح الله. فقال عيسى عليه السلام: فردي علينا ما أعطيناك. فسقطت ميتة من ساعتها. وقال عيسى عليه السلام: من أراد أن ينظر إلى رجل أماته الله كافرا ثم أحياه وأماته مسلما
فلينظر إلى ذلك الأسود، ومن أراد أن ينظر إلى امرأة أماتها الله مؤمنة ثم أحياها وأماتها كافرة فلينظر إلى هذه. يذكر أن إسحاق الإسرائيلي عاهد الله تعالى ألا يتزوج أبدا، وهام على وجهه في البراري والصحاري باكيا. علق بعض العلماء على تلك القصة فقال: وفي هذه الحكاية أعظم عبرة لأولي الألباب، وهي من أعجب ما يسمع في التوفيق والخذلان. نسأل الله تعالى السلامة وحسن الخاتمة، والسلام عليكم.